انطلق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم. وأكدت وزارة الهجرة أن التعاون مع أبناء مصر في الخارج يدخل ضمن استراتيجية الدولة للاستفادة من جهودهم في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: اقتصادية وتعليمية واجتماعية، بهدف التعرف على متطلبات واحتياجات المصريين بالخارج في ظل المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن. وللمزيد عن فعاليات المؤتمر ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، نرحب بك، وضعنا في التفاصيل لديك. نعم يوسف وميرفا، التحية لكم. بالفعل انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، هذا المؤتمر الذي سبقته زيارات وجولات ميدانية للمشاركين في فعاليات هذا المؤتمر هنا في العاصمة الإدارية الجديدة. انطلقت الجلسة الأولى صباح اليوم، وتم التأكيد خلال هذه الجلسة الافتتاحية عن اهتمام مصر بأبنائها في الخارج وطيور مصر المهاجرة للخارج، والجلسات مقسمة إلى ثلاث جلسات. الجلسة الأولى كانت بعنوان المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر، هذا بالإضافة إلى الجلسة الثانية التي هي الآن تتم وهي تحت عنوان خدمات الأحوال المدنية، وتم استعراض كافة الاستفسارات من أبناء مصر والطيور المهاجرة في الخارج فيما يخص الأحوال المدنية، وتم أيضا الإجابة عليها بشكل وافي. الجلسة الثالثة التي سوف تكون بعد قليل هي جلسة خاصة بتطوير التعليم وأول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج. إجمالا فعاليات هذا المؤتمر مقسمة إلى ثلاث محاور، هي المحور الاقتصادي، وتم فيه استعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة لأبناء مصر في الخارج للاستثمار بكافة أنواعه، سواء استثمار عقاري أو استثمار تجاري أو استثمار صناعي في مصر. هذا بالإضافة إلى المحور الثاني وهو المحور الثقافي، وتم فيه استعراض مجموعة من الأنشطة الثقافية بالإضافة إلى الجولات التي سبقت وذكرتها، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو المحور الخدمي، والذي يتم أيضا استعراض جهود الدولة من خدمات لأبنائها في الخارج. تحدث مع عدد كبير من المصريين من أبناء مصر في الخارج، ومجرد شاهدوا التلفزيون المصري وشاشة القناة الأولى كانوا مهتمين جدا بالحديث لشاشة القناة الأولى والتحدث عن إعجابهم الشديد بما حدث في مصر خلال الفترة الأخيرة من تغيرات جوهرية، تطور كبير في شتى مختلف مناحي الحياة، وأعربوا أيضا أن الصورة تصل لمصريين في الخارج بشكل كبير، وعن سعادتهم الكبيرة أيضا بالاستثمار في الفترة القادمة في مصر. نحن الآن نتابع جلسات هذا المؤتمر وفي انتظار الجلسة الثالثة التي سوف تبدأ بعد قليل. إليك يوسف وميرفت في الاستوديو. الزميل أحمد الحسيني، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة حيث المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، شكرا جزيلا لك.